شو هي أهمية القراءة للأطفال؟ بداية، القراءة للرضع أو الأطفال بصوت عالي بحسب أحدث الدراسات بتعزز من قدراتهم اللغوية والاستيعابية بشكل مبكر، بيسبق سنهم الفعلي، كما أنها بتطور علاقة الأب أو الأم بالطفل لما الأب أو الأم يقرأ للطفل. وأيضا بحسب الدراسات، فالقراءة في الطفولة بتقلل من مشكلات كالعدوانية وفرط الحركة وقصور الانتباه. ولما يكبر الطفل ويبدأ بالقراءة بنفسه، فهي بتعود عليه بعدة فوائد كثيرة. يعني لما يوقفوا الأهل يقرأوا للطفل ويقرأ هو بنفسه، فبيتفوق على أقرانه من الأطفال غير القارئين أكاديميا بشكل ملحوظ ومثبت، وبتطور القراءة من مهاراته الاجتماعية وبتزيد من ثقته بنفسه، وبتزيد أيضا من قدرته على اكتساب المعرفة بشكل عام. والطفل القارئ، وهي من أكثر النقاط اللي عجبتني.